حبايبي طلبة طلبات صف تاني الاعدادي، اهلا بيكم مرة تانية في الجزء التاني من جرامر الوحدة الخامسة، واللي بيتكلم فيها عن الريلاتيف كلوزز او ضمائر الوصل اللي هي الريلاتيف برونامز، ضمائر الوصل اللي هي هو ويتش ذات وير اند وين. طبعا هو مش مديها لي كلها في الدرس ده، ولكن هو مديني ضمائر الوصل دي بس. يعني ايه ضمائر وصل؟ قال لي يعني ضمير بيوصل جملتين اتنين، بدل ما هما جملتين بتخليهم جملة واحدة. يعني في مثال لما يجي يقول لي this is أحمد who has a red car. طبعا لو بصيت الجملة دي هلاقيها جملة موصولة بكلمة who. طيب أصل الجملة دي كان اتنين، يعني كان أصل الجمل this is أحمد، يعني ده مين يا حبايبي؟ أحمد. وبعدين كان في الستوب كده وبيقول لي he has a red car، يعني هو عنده عربية حمراء. لاحظ بقى لما جيت ربطت الجملتين بهو خلاص ما بقاش فيه فلسطوب، اصبحت بدل ما هي جملتين بقت جمله واحده مربوطه بضمير وصل، عشان كده سموها ضمير الوصل او بتوصل الجملتين الاثنين ببعض. تعال نشوف اول حاجه بقى وهي هو او ذات. قال لي هو او ذات معناها الذي او التي، تاني الذي او التي، ودي بتعود على الاسم العاقل، تاني دي بتعود على الاسم العاقل، يعني انا بختار هو او ذات لما يكون الاسم عاقل، ما فيش هو بجيب ذات، ما فيش ذات بجيب هو. يعني لما يجي يقول لي this is the girl، يعني دي هي البنت، ويقول لي كده who ولا which ولا where I met at the park، يعني دي البنت اللي انا قابلتها في الحديقة. طيب تعالى هنا نشوف هلاقي الجيرل، الجيرل دي بناها هقول انها عاقل. طيب طالما عاقل يبقى هختار مين يا حبايبي؟ هختار هو. يبقى تاني هو بتعود على الاسم العاقل. تاني يا حبايبي بكل بساطة كده، ومش عايزين نصعب الامور على بعض لان لسه ما دخلناش في حاجات كتيره هناخدها بعد كده في السنين اللي جايه. طالما شفت الاسم عاقل يبقى انا على طول هجيب هو، مفيش هو يا حبايبي يبقى انا هجيب ذات. يعني فور اكزامبل على سبيل المثال لما يجي يقول لي رامي از ذا بوي، يعني رامي هو الولد، ويجي يقول لي ويتش اور وير اور ذات توك ماي ثينجز، يعني رامي هو الولد اللي واخد اغراضي. طبعا هنا هشوف رامي ده عاقل، فبالتالي هروح عايز هو. طب ما لقيتش هو، قال لي عادي جدا يبقى اختار مين يا حبايبي؟ ذات. يبقى اذا هو او ذات بتحل محل الاسم العاقل، تاني هو او ذات بتحل محل الاسم العاقل. طب تعالى نشوف يلا ويتش. قال لي ويتش معناها برضو الذي او التي، تاني ويتش معناها الذي او التي، ودي بتحل محل الاسم غير العاقل، تاني بتحل محل الاسم غير يا حبايبي؟ غير العاقل. يعني اذا كان الاسم غير عاقل خلاص فانا بروح لويتش او ذات، تاني بروح لويتش، قال لي برضو او ذات، يعني لو ما لقيتش ويتش خد ذات عادي جدا. قال لا طب يا مستر هو في فرق؟ احنا قلنا بقى مش عايزين نصعب على بعضنا الامور، مش دلوقتي، هنتكلم عن الفرق بين ويتش وذات. انت مطالب في تاني اعدادي انك تعرف ان الغير العاقل بعوض عنه بويتش او بذات. لما اقول لك ذات this is the cat who which where my mother bought، يعني دي هي القطة اللي ماما اشتريتها. طبعا هنا هبص على القطة، القطة هنا اسم غير عاطل فبالتالي هعوض عنها بويتش. طب بس لو ما فيش ويتش، قال لي خلاص يبقى في مين يا حبايبي؟ ذات. تاني يبقى في مين؟ ذات. يبقى اذا ويتش او ذات بتحل محل الاسم غير العاطل. طب تعالى نشوف مين يا حبايبي وير. قال لي وير دي معناها حيث، تاني وير دي معناها حيث. طب حيث بتعود على، قال لي بتعود على المكان، تاني حبايبي وير معناها حيث ودي بتعود على المكان. وعايزك تركز معايا بقى في الكلام اللي انا هقوله ده عشان الناس دايما بتخطأ هنا. يعني لما يجي يقول لي this is the school، يعني دي هي المدرسة، ويجي يديني في الاختيارات which or where or whom we learn، يعني دي المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها او حيث نتعلم. لو انا سألتك where do you learn، وانت بتتعلم فين؟ هتقول لي in this school. يبقى اذا السكول هنا جاية كمكان، لاني لو سألت عنها في الجملة التانية هسأل عنها بwhere. يبقى this is a school where we learn، تاني this is a school where we learn. طيب امتى بقى مستر يبقى مكان ومختارش وير واختار ويتش؟ قال لي اول حاجه لما يجي مع الرابط ظرف المكان، سواء في اخر الجمله او قبل الرابط. يعني لما يجي يقول لي كده نفس الجمله تقريبا this is
ذا سكول يعني دي هي المدرسة. ورحت جاي لك كده ان ويتش ولا ان وير ولا ان هو وي ليرن يعني اللي فيها احنا بنتعلم. هتقول لي اه هي نفس الجمله، قال لي بس هنا ساب لي ظرف المكان وجابه لي قبل ضمير الوصل. قال لي اذا ساب لي ظرف المكان اوعى يا حبايبي تختار مين، ها وير، على طول بختار ويتش لان ظرف المكان بيجي قبل ويتش ما يجيش قبل وير. يبقى اذا جاب لي مكان بس سايب لي ظرف المكان قال لي بختار ويتش ما بختارش وير. سواء سايب لي ظرف المكان هنا قبل ضمير الوصل او في الاخر، يعني ممكن ان دي تبقى هنا، يعني يقول لي ايه، يقول لي this is the school we learn in، اقول له اه برضه which we learn in، ما ينفعش اقول where we learn in، هقول له برضه هنا سايب لي ظرف المكان ما ينفعش اختار where. قال لي تاني حاجه حبايبي ان where ما ينفعش يجي بعدها فعل، تاني حبايبي where الرابط ما ينفعش يجي بعدها فعل. بمعنى لما اجي اقول لك our house يعني المنزل بتاعنا is the place، يعني المنزل بتاعنا هو المكان. ويجي يقول لي في الاختيارات who ولا where ولا which makes me happy، يعني الذي يجعلني سعيد. طيب تعالى كده نشوف بول اور سكول از ذا بليس. اول ما الناس هتشوف از ذا بليس هقول لك بس مكان خلاص على طول هيختار وير حتى من غير ما يكمل. لكن لو هو كمل هلاقي هنا ايه ميكس فعل. قال لك وير الرابط مش ممكن يجي وراه فعل ابدا، امال لازم يجي وراه فاعل ويكون فعل بيحدث داخل المكان. فبالتالي لازم اقول اور هاوس از ذا بليس ويتش makes me happy الذي يجعلني سعيد. تاني الذي يجعلني سعيد، يبقى اذا جاب لي حبايبي فعل بعد ضمير الوصل حتى لو عايد على مكان على طول خد ويتش ما تاخدش وير. طيب اخر حاجه هنقولها هندي جملتين اتنين. لما اقول لك this is the house يعني ده هو الايه المنزل، وجيت قلت لك not واديتك جملتين اتنين my father built وماي فاذر ليفد، وقلت لك تعالى يا باشا نختار، هتقول لي اه. طب هنا هو هو نفس الجمله الاولانيه وهو هو الهاوس المكان، طب فوق هختار ايه وتحت هختار ايه؟ بيقول لي ده المنزل بابا بناه، هتقول لي اه ده الذي بناه ابي مش حيث بنى ابي، يعني بابا بنى المكان. لو انا سالت عن الهاوس هنا في الجمله دي هقول وات ديد يور فاذر بيلد، What did your father build? Which thing did your father build? فبالتالي هنا لازم اختار which، اوعى تختار where. يبقى اذا كان الفعل بيحدث للمكان وليس داخله اعرف ان انا هختار which. طب قدر المصدر بقى الجمله الثانيه بيقول لي lived، هقول لك اه. لو انت سالت هنا عن house او كملت الجمله هتقول له my father lived ايه؟ هتقول لي lived in the house. انما هنا مش هتقول my father built in the house، كنت قلت built the house على طول. فاذا هنا لو سالت عن المكان هسال ب where، يعني اقول له where did your father live. فبالتالي هنا الرب بتاعي لازم يكون where. يبقى هو هو نفس المكان بس هنا قلت which my father built وهنا قلت where my father lived، حيث عاش ابي. الكلام اللي قلناه حبايبي على where هو هو نفس الكلام اللي هنقوله على when، بس when بتيجي مع الزمان مفيش اي اختلاف. برضو لو في ظرف مكان بختار which، ولو في فعل بختار which، ولازم الفعل يحدث داخل الزمان عشان اختار when. يعني لما يجي يقول لي March is the month يعني شهر مارس ده هو الشهر not I was born يعني اللي انا اتولدت فيه، حولك when يعني ده زمن، when I was born يعني اللي انا اتولدت فيه. طب لو كمل لي بقى وقال لي I was born in، الله هنا بقى ساب لي ظرف الزمان، قال لي هنا يبقى لازم اختار يا حبيبي which. طب لو قال لي ان يا مستر وقال لي في الاختيارات where which that I was born، هقول لك اه جاب لي ظرف الزمن اهو، قال لي خلاص يبقى ما ينفعش اختار where، هتقول لي اه. طب ما which بتساوي that اتنين شكل بعض، هقول لك بس ظرف الزمان او ظرف المكان او حرف الجر عموما ما يجيش قبل ذات ابدا، بيجي قبل مين يا حبايبي؟ قبل ويتش، فبالتالي هختار ويتش. ركز قوي، حرف الجر ما يجيش قبل مين؟ ذات، بيجي قبل ويتش، فعشان كده هختار in which I was born. يبقى نفس الكلام اللي قلناه على where هو هو اللي قلناه على when، ولكن when زمان ولكن where
مكان. يبقى تاني حبايبي هو عاقل which غير عاقل where مكان when زمان. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس, ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك بقية الحلقات والمراجعة ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.